ذكرت الخارجية الفلسطينية أن اليمين الإسرائيلي وأتباعه من المستوطنين يتحدون يوميا إرادة السلام الدولية ويضعون العراقيل أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة. وطالبت الخارجية الفلسطينية بترجمة المواقف الدولية الداعية لتطبيق حل الدولتين إلى خطوات عملية واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تنفيذه على الأرض، وفي مقدمة ذلك ضرورة الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستعمارية برمتها.